هيك الكرفانة يا جماعة كمان جاية في تصوير. نعم عم نمشي بحي ليلى، هون البقالة بحب عايزة، هون عم يسوون زي ما بتشوفوا. اوكي جايز، سو وصلنا بعد عناء طويل صراحة، لأن المنطقة اللي أنا ساكنة فيها بعيدة عن المنطقة يلي نحن جايين لإلها لتصوير الحي تبع مسلسل اسمعني دويبلي. هلا أول محطة إجينا لإلها هي المكان يلي عملت فيه ليلى الحادث. أحكي لكم شغلة يا جماعة، ما كان سهل أبداً إنه ألاقي الحي، لأنه مثلاً المدرسة اسم الجامعة نعرف، الكل عم يحطه، الكل عارفه إكسترا، وأصلاً عم تتصور جنب بيتي. كان محمد اللي هلأ عم يصورني هو أول شخص اكتشف مكان تصوير دويبلي للمدرسة، لأنه لما كانوا عم يصوروا الحلقة الأولى هو شافهم. بس المهم انعرف وإكسترا، بس الحي ما حدا بيعرفه. ما استغرب مني الوقت شوي، مساعدات وبحث لحتى لقيت الحي ومكان الحادث. وبحب أخبركم إنه مكان الحادث مش جوه الحي نفسه اللي فيه البقالة والبيوت، لا بعيد عنه بكتير صراحة. خلونا نبلش هلا، ليش قاعدين هيك عم نحكي عن خلونا نمشي هون هالمنطقة. هلا اللي عم بتشوفوا هي المنطقة اللي كانت طالعة منها إكيم وليلى وهم عم يمزحوا مع بعض وعم يتغالظوا على بعض مشان إنه إكيم تاخذ جوال ليلى. ما جايين من هون وماشيين لهون لحد ما ليلى بهي المكان اللي فيه الرجال، هون ليلى عملت الحادث. على فكرة لقينا انه عم يصور شوي هون، بس مو مسلسل دويبلي، مسلسل تاني ما بعرف شو هو، هلا بنكتشف، بس عم يصوروا شيء تاني هون. حبيبي شو رأيك عيد انها تمثيل اللقطة؟ بنلاقي سيارة تفر ايه؟ حاجي من هون لأجلة كثير اختلاف بين الواقع وبين التصوير. صح، المنطقه كثير حلوه، ما هيك بتترسخ ببالك، بيركزوا على اشياء على الممثلين اكثر من المنطقه. صح، هي عاملين فوكس على الممثل بقى، المنطقه بتبين وما بتبين بنفس الوقت، حتى الالوان يعني هلا هون كمان هلأ يعني هي اللقطه بكره بس يشوفوا راح يشوفوا بعد البحر لما كانوا جايين هيك. صح، ما حدا بيشوف انه هون. صح، هون في مقبره يا جماعه. السلام عليكم يا اهل الديار، انتم السابقون ونحن اللاحقون. عن جد هون في مقبره وهون عم يصوروا. هون هون هيك هيك مشي لعملت الحادث بهالمنطقه بالضبط، هيك بالمنتصف. صح صح، هي هي المنطقة اللي عملت فيها الحادث. هذا البناء حتلاحظوا كمان هاي اللقطة مبين ورا إكيم زي ما بتشوفوا هون بهالمنطقة بالضبط. جايين من هون ولقطة من هون. لا اجت من هنيك، من هنيك، ايه من هنيك، ايه من تحت، من تحت. بقى الشغلة كمان اللي انا ملاحظ بين يا جماعة باللقطة انه المكان كبير، هو الشارع يعني صغير، يعني مو شارع، هذا يعتبر زقاق يعني مو شارع، كتير صغير، بس بالكاميرات مبين كبير وانه السيارة وسع ووقعت ليلى، بس المكان كتير كتير صغير، يعني انه مقارنة بالشوارع التانية مكان صغير. نجي لهون يا جماعة، شايفين محل ما فيه هذا الباص الأزرق الدلمج، هون كانت واقفة سيارة سيدات، السيد سيدات، وهون كانوا واقفين وعم يشوفوا من هالناحية إكيم، عن مو إكيم، ليلى أكلت هوا هون. بس هاي هي المنطقة. محمد شو رأيك يعني بالمنطقة، يعني مثل لقطات المسلسل ولا مختلفة؟ لا يلي بيشوفها بيعرف انه هي نفس اللقطة، لكن صح، مثل ما قلت لك انه بتبين على بالمسلسل بالتصوير غير الواقع. صح، في بريق ما بيوجد على ارض الواقع. صح، موجود بالكاميرا. صح، بس اختيارهم موفق لانه المكان فاضي وحلو ومناسب لحادث مثل هيك. انا دائما بحكي لكم اياها، اختيارهم للمناطق بجنن، يعني انا بعرف اسطنبول وبعرف شلون صعب، بس بيختاروا اماكن بيرفكت. هلا حنكمل للحي ولازم نمشي من هذا الشارع اللي كانت عم تمشي منه ليلى واكيم، بس مو زي ما حاطين هم بالمسلسل انه بس تنزلي بتلاقي الحي، لا بدنا ننزل وناخذ شوفوا فرجان النزله شلون، شوفوا النزله يعني بتاخذ لطريق، طريق يعني شارع
رئيسي مو لحي او شيء، بدنا ناخذ مواصلات لحتى نقدر نوصل على الحي. من حسن حظنا لقينا السكوتر ونحن نازلين مع النزله، لقينا مباشره السكوتر حناخذها لنروح للحي. انا نسيان عم بفتل ايدي. شوفوا هالمنظر يا جماعه، بجنن. واو يا استعرنا سكوتر تبع بكير يا جماعه. هي البحر جو بجنن. شو رايك تروحي على البحر؟ لا هذا المشوار تضمن جميع وسائل النقل. اي والله من سكوتر لباص لمترو. يا جماعه جد تعبنا، لانه كان لازم نحط سكوتر في مكان ونمشي لحتى نوصل. بس ونحن جايين لقيت لكم المكان يلي هم بيكونوا نازلين منه لما بيكونوا رايحين على المدرسه. هذا هو المكان زي ما بتشوفوا حبايبي، زي هيك شفت شلون kızların gittiği sıradan bir okul. Ayrıca fakir felsefesi yapmayalım lütfen. تذكروا يا جماعه هذا الطريق، وحنحط لكم مشاهد من المسلسل مشان نشوفه. صح، هون كان بكير منزل ليلى هيك بالعربيه بده دق 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 دق. ايه يلا ليتس جو. هون يا جماعه الدرج اللي بيقعدوا فيه، حتى امبارح شفت ستوري لهم، امبارح كانوا عم يصوروا هون، شفت ستوري لهم وهم هون عم يفصفصوا بالزر. شوفوا يا جماعه هذا المحل هلا مسكرينه هن، هذا تبع خليل. خليل ما موجود. هي هي البقاله يا جماعه، بس هن بالعاده بيسكرون كرمال ما يعني ما حدا يصور فيهم او شيء. صح، بيسكرون عشان خلص مستاجرينهم مثلا للتصوير لمده شهر، الله اعلم حسب المسلسل، بقى هن بيسكروا عشان ما يتصور في شيء. صح تاني. صح. لفت انتباهي انه كمان هون في بيت عائشه اللي هو هذا. صح، ايه هذا هو بيت عائشة يا جماعة، شفتوا؟ هون وقت تكون عم تغسل. هون كانت عم تغسل واجا عندها دهان وهيك بهالمنطقة بالضبط. هلا هون في ناس قاعدين وكذا، فما بدنا نقرب على خصوصياتهم لأنه بالأخير هدول بيوت لناس حقيقية. هلا هذا المكان اللي نحن قاعدين فيه، حاطلع لكم هلا ستوري امبارح كانوا قاعدين فيه عم يفصوا بزر، ضحكوني. ومباشرة هون في بيت عائشة، هذا بيت عائشة، هون كانت تغسل الزرابي. هذا هو الحي يا جماعة. أهلين هزال. هاي كيفك؟ هون كانت هزال عم تستنى إكيم. أنا ما بعرف ليش عم إلا إليف، أنا ما بعرف ليش عم إلا إليف. اسمها إليف بس هيك بتجي إليف. فهون كانت عم تستنى هزال إكيم بهالمنطقة، وبيسكلي هذا هو الحي كلياته. والبيت اللي عم تشوفوا قدامكم اللي هو البيت الأحمر، هذا هو بيت ليلى، نحن ما اكتشفنا لأنه ما ركزنا عليه لحد ما إجا طاقم التصوير وكانوا عم يصوروا فيه مشهد ليلى وعائشة، فلهيك ما صورنا كثير. هلا لقينا لكم بيت إكيم بس صاحبه، هلا بس صاحبه قاعد بالشباك يا جماعه. لا ما حلو نتصور حدا بدون اذنه كمان، بس هيك قاعد وعم يطلع فينا، يعني انه عارفنا انه جايين نصور ومبين حباب، بس انه هيك طيب روح زيح شوي بدنا نصور المكان اللي كانوا، بتعرف المكان اللي كانوا عم يرقصوا فيه وعم يقولوا ليلى اول ما بلشنا المسلسل. هي اللقطه بالضبط. هذا البيت لقيناه، احاول اعمل جهدي لاصور لكم المنطقه من هون ان شاء الله بس ليزيح الزلمه. هلا نحن عم نمشي بحي ليلى، هون البقاله بحب اورجيكم اياها مره ثانيه. ليكن بلا ليكن حمراء صحيح، بس مبينة صغيرة على هون. صح صح صح. هلا نحن ماشيين، وقتها اخذت بهذا المكان فحابه اخذكم عليه وبعدين نرجع اذا قدرنا نصور اذا راح الزلمه. في شغله بدي احكي لكم اياها يا جماعه، انه مطلعين هم بالمسلسل اصلا اول ما يبلش المسلسل بيطلعون ليلى وإكيم على الاسطوح قاعدين عاملين قعده وكذا، مطلعين الحي شعبي وناس عم تفرش الزرابي بالارض وعم تغسلها، مانو هيك الحي؟ صراحه فاضي الحي مانو هيك.
كل شوي لتمرق سيارة. كنا بيختاروا هيك أماكن مشان يرتاحوا بالتصوير وما حدا يضايقهم. صح صح. هلأ في الأحياء الشعبية بتركيا طبعاً، بس الأحياء الشعبية تبع تركيا مش هو هذا الحي، مو من ضمن هذا الحي. هذا حي يعتبر راقي، صحيح البيوت فيه قديمة بس حي راقي مو شعبي. الأحياء الشعبية أصلاً بتخوف، ما بتقدر تفوت عليها يعني. صحيح. يا جماعة هون في لقطة حنصور لكم إياها لما كان جاي بكير. هو مين؟ هو إيكيني. إيه. Bundan sonra ne olacak? Ne ara böyle birisi oldun ya? Behez abi. هينا نازلين هلا لنرجع للأكثر مكان بيصوروا فيه. هون تحت. شايفين هذيك المدخنة يا جماعة؟ هنيك اللي فيه ورد أخضر فوق. هذا اللي فيه ورد أخضر فوق. هذا البيت اللي عملوا القعدة الحلوة فيه. هون البيت تبع إكين اللي كانوا عم يرقصوا فيه ليلى وهذا. ممكن بيت إكين من جوا مو هو هون، تصور في بيت تاني بس القعدة هون يعني ممكن يعملوا هيك. يب. أتوقع إنه غطينا لكم كل شيء. هذا هو الحي. هذا كل شيء. عاد هو حي إكيم وليلى في مسلسل دوي بني. هذاك هو بيت إكيم يا جماعة، شايفين هون؟ هذا بيت إكيم، هون كانوا بيرقصوا. هذا هو الحي. جايز والله محظوظين نحن، صح حبيبي؟ كنا هلا بدنا نروح بعد هالعناء، كنا هلا نازلين أو لقينا سيارة التصوير جاي. صح سيارة التصوير. هيك حنروح نرتاح شوي، نشرب مي وهيك ونقعد نفطر، لأنه لهلا مو فطرانين نحن. وبس نخلص حنرجع بيكون اجوا الطاقم كله ان شاء الله. صح صح. حنروح نفطر ونرجع. كنا رايحين يا جماعه، كنا قلت له خلص يعني خلصنا يلا نرجع. قام شفنا السياره جايه ومكتوب فيها طاقم تصوير دوي بني، يعني في تصوير هون، فحنروح نرتاح ونرجع لهم. ليك الكرفانة يا جماعه كمان جايه في تصوير. شوفوا يا جماعه عم نفطر بحي ليلى. حي ليلى وإكيم، فطور تقليدي. هذا البيت بيت ليلى، ونحن هلا يا جماعه قدام بيت ليلى عم نشوفهم عم يوصلوا مشهد. في ليلى وفي عائشه وفي كمان الجده. فقعدوه هلا قعدوا المشهد شي 3 مرات، لانه كل مره تيجي سياره يجي حدا يوقفوا الناس بالشارع وهيك يعني. فيب هي جايز. هون عم يصوروا زي ما بتشوفوا. شفتوا وين نحن انشوينا يا جماعه؟ عن جد صراحه كثير نسوينا، بس شفنا المشهد. اوه مو بس متعب يا جماعه، يعني اكثر من متعب، الله يعينهم صراحه. حتى بيوقفوا الشارع كل ما بدهم يصوروا لقطه بيصفوا 2 مشان واحد يوقف سيارات منهم واحد. حتى في لقطه ممكن صور لكم اياها، ما بعرف اذا صورتيها، كانوا عم يلزقوا. ايه هلا بورجيكم اياها. ما تبين السيارات، حتى السيارات المصفوفه هون عم يروحوا يغطوا البراند تبعها كمان ما تبين. يعني صراحة هاي الشغلة معروفة بمسلسلات تركية، بيبينوا السيارات ومغطيين يعني. فيا هي الشغلة. الشغلة الثانية في عمال خاصين لحتى ينظفوا الشارع، كل ما بدهم انه يصوروا لقطة يحمل بكنة يسوي بكنة. صح كأنه رايحين على البحر. ايه والله خلص. انا اتوقع انه كافي اليوم. انا رحت سألت هل فيني انه اصور المشهد وهو عم يتصور، صراحة ما في، لأن هذا يعتبر تسريب للحلقة وهم ما بدهم هذا الشيء. فبعتذر منكم يا جماعة، ما فيني انه اصور لكم مشهد. انا شفته الحي كامل قبل ما يجي طاقم التصوير كله يعني. صح. قدرنا نصور المحل، قدرنا نصور بيت إكيم، بيت ليلى وبيت العائشة يعني. ورجيناكم الاماكن اللي بيمشوا فيها وكل شيء. وهلا بطاقم التصوير صراحة موجودة بس عائشة وليلى والجدة، جدة ليلى بس هم اللي موجودين. سلمنا عليهم، حسيت انه ما في داعي ارجع احكي لهم انه صوروا الفيديو وشوفوا، لانه خلص يعني انه عرفوني اصلا يعني انه حفظونا. ايه فما في داعي انه ارجع احكي لهم صوروا وقولوا سلام، لانه بترجعوا الفيديوهات الثانيه في سلامنا لهم وكل شيء. فيا هي صار وقت انه ننهي هذا الفيديو. صراحه كثير تعذبنا. ايه بنحبكم كثير، بس لانكم طلبتوا وكثير حابين انه يجي رحت دورت لكم على الحي واجيت وصورت لكم بالحي. اتوقع انه كافي صار وقت انه ننهي هذا الفيديو. خليتكم الراحه. سلامه. باي باي.